محافظة القليوبية. وأشار الوزير إلى أن الشركة تقدمت بأفضل العروض وأعلى سعر من بين العروض المقدمة من المستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية. وأكد الوزير وزير التموين أن إقامة السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية يهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وتوفير فرص العمل وتطوير وتحديث قطاع التجارة الداخلية. أبدأ مجلس الأمن الدولي استعداده لدراسة تغيير العقوبات المفروضة على صندوق الثروة السيادي الليبي بمجرد أن تؤكد حكومة الوفاق الوطني سيطرتها على المؤسسة الوطنية للنفط والصندوق والبنك المركزي. وقدرت قيمة أصول الصندوق بحوالي 67 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2012. كان المجلس المؤلف من 15 عضوا قد قرر تجميد أصول مؤسسة الاستثمار الليبية في 2011. تتزايد في قطاع غزة ظاهرة عمالة الأطفال بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدل البطالة بين السكان إلى 43%. ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و 17 عاما يعملون في قطاع غزة تضاعف في السنوات الخمس الأخيرة إلى 9700 طفل. في غزة تزايدت أعداد الأطفال الذين دخلوا سوق العمل في أماكن توقف السيارات أو في مواقع البناء وغيرها لكسب قوت أسرهم، في ظل ارتفاع نسبة البطالة التي تصل في القطاع المحاصر إلى 43%. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أوضح أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 17 عاما ويعملون في قطاع غزة تضاعف في السنوات الخمس الأخيرة إلى 9700 طفل. بشي عشان أساعده في الضال، وأخويا برضو بشي عشان أساعده في الضال، والوضع يعني مش منيح، لأن الضال معناش مصاري، مش الطابة معناش مصاري، معناش حاجة يعني، وراتب بكفنيش يعني المصروف اللي بدون إياه. حتى قطاع غزة لا يخلو من التفاوت الاقتصادي، حيث تظهر الفجوة على شاطئ المدينة، حيث يدفع أطفال عربات لبيع المشروبات والوجبات الخفيفة، بينما يسجل آخرون ذكريات أسرهم على هواتف باهظة الثمن. هي متعبة، بس أنا مضطر عشان أصرف على أهلي وأبويا مريض وبقدرش وراتبه مقطوع. ما بقدرش اتحرك، انا بشتغل، انا الكبير وبشتغل عشان اطعمه. الامم المتحده تقدر ان 80% من سكان غزه يعتمدون على المساعدات، في وقت تفاقمت فيه المصاعب الاقتصاديه بسبب العدوان الاسرائيلي على القطاع عام 2014 والقيود التي تفرضها دوله الاحتلال. موضوع عماله الاطفال اصبح يعني يشكل بعض الإزعاج وازداد في الأونة الأخيرة بشكل واضح. ربما هذا ليس شيء مفاجئ، لأنه ظروف غزة والحصار وما آلت إليه الأمور من بطالة وتراكم الفقر. وتقول منظمة العمل الدولية إن عدد الأطفال الذين يعملون على مستوى العالم تراجع بمقدار الثلث منذ عام 2000، فانخفض من 246 مليونا إلى 168 مليونا، وإن خمس هذا العدد في إفريقيا جنوب الصحراء. قال مسؤول بشركة نفط الجنوب إن العراق صدر 3,286,000 برميل يوميا من الخام في المتوسط من موانئه الجنوبية في مارس. وتأتي جميع صادرات الحكومة المركزية من النفط من المنطقة الجنوبية حاليا نظرا لتوقف ضخ شحناتها عبر خط الأنابيب الشمالي الممتد إلى تركيا. وتستخدم حكومة إقليم كردستان العراق هذا الخط أيضا لتصدير الخام من الأراضي التي تسيطر عليها في شمال العراق لحسابها.
إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت وقفتنا الاقتصادية، ولكن البانوراما ما زالت مستمرة مع غادة وسحر. شكرا شهاب. قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا في البحر قبالة ساحلها الشرقي اليوم بعد ساعات من تحذير وجهه زعماء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان إلى بيونج يانج لإنهاء أعمالها الاستفزازية. وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي إن الصاروخ أطلق من منطقة قرب الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وهو صاروخ أرض جو قصير المدى، مضيفا أن الجيش يحاول تحديد مدى. يأتي إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الجديد في تحد لقمة الأمن النووي التي تختتم أعمالها اليوم في واشنطن، والتي وجه خلالها زعماء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان إلى كوريا الشمالية تحذيرا من أنهم قد اتخذوا خطوات أخرى لمواجهة تهديدات بيونج يانج. ومن المتوقع أن تركز مناقشات قادة العالم خلال مباحثات اليوم على سبل التصدي لخطر الإرهاب ودحر تنظيم داعش وتنامي خطر الإرهاب، خاصة بعد تفجيرات بروكسل الأخيرة. لليوم الثاني والأخير تتواصل فعاليات قمة الأمن النووي في واشنطن في ظل هيمنة قضيتي خطر تنظيم داعش الإرهابي والتهديد النووي لكوريا الشمالية. الرئيس الأمريكي باراك أوباما شدد على ضرورة تعزيز التعاون بين ضفتي الأطلسي بهدف رصد الاعتداءات المحتملة وقطع التمويل عن المتشددين. وعقد أوباما لقاء ثنائيا مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، والذي أبدى ارتياحه إزاء التعاون على المستوى بين البلدين في مكافحة الإرهاب. وبات البيت الأبيض بعد اعتداءات بروكسل وباريس قلقا حيال قدرة الأوروبيين على التصدي لمخاطر وقوع هجمات في مدنهم الكبرى. كانت كوريا الشمالية قد سيطرت على مناقشات اليوم الأول للقمة، ففي اجتماع ثلاثي طارئ وجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الياباني تشينزو أبي ورئيسة كوريا الجنوبية بارك جون هي تحذيرا لبيونج يانج لإنهاء أعمالها الاستفزازية. أوباما التقى أيضا بنظير الصيني شي جين بينغ، حيث أكد الجانبان على التزامهما بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. إن سعي كوريا الشمالية لامتلاك أسلحة نووية بالطبع يمثل أهمية مشتركة للولايات المتحدة والصين، لأنه يهدد أمن واستقرار المنطقة. واتفقت أنا والرئيس زي على التعهد بمواصلة العمل لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية وتطبيق كامل لعقوبات الأمم المتحدة في هذا الشأن. الصين والولايات المتحدة أخذا على عاتقيهما مسؤولية السعي لتطبيق سلام واستقرار وازدهار عالمي، فهناك قضايا في مناطق واسعة يتعين علينا بل ويمكننا العمل سويا تجاهها. فواشنطن وبكين لديهما نزاعات وخلافات في بعض المناطق، وبناء على الاحترام المتبادل لمبادئ ومخاوف البلدين الرئيسية يتعين علينا السعي لإيجاد حلول فعالة عبر الحوار والتشاور المستمر. كما اتفقت الولايات المتحدة والصين على العمل المشترك لوقف تهريب المواد النووية وغيرها من قضايا الأمن النووي المتطورة. جاء الجميع إلى هنا لحضور القمة حاملين التزاما بتعزيز الأمن المشترك وبهدف جعل العالم أكثر أمانا. ويشارك في القمة نحو 50 رئيس دولة وحكومة، من بينها مصر التي يترأس وفدها وزير الخارجية سامح شكري، بينما يغيب عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك قادة إيران وكوريا الشمالية. دعا المسؤول السابق في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم بجنوب إفريقيا ماسيوس بوسا الرئيس جاكوب زوما للتنحي بعد أن خلصت محكمة دستورية لأن زوما عليه رد جزء من 16 مليون دولار تم صرفها على تجديد مسكنه. كانت المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا قد اتهمت زوما بعدم الالتزام بالدستور من خلال تجاهله لأمر جهة رقابية لمكافحة الفساد برد جزء من مبلغ 16 مليون دولار أنفقت على تجديد منزله الخاص، وأمهلت المحكمة زوما 105 أيام لرد تكلفة التجديدات التي ليس لها صلة بالأمن بحسب المحكمة. تظاهر عشرات الآلاف من المواطنين البرازيليين في سائر أنحاء البلاد دعما للرئيسة ديلما روسيف،
وقد تخسر رعسف السلطة في مايو القادم إذا وافق البرلمان على عزلها، علما بأنها رفضت اتهامات المعارضة لها بارتكاب مخالفات في ميزانية الحكومة وإنفاقها على حملة إعادة انتخابها في عام 2014. الآن نتحول لمتابعة أهم وآخر أخبار الرياضة. التفاصيل مع الزميلة حنان عاد. إليك حنان. شكرا غدا وسحر. أهلا بكم مشاهدينا في وقفتنا الرياضية، وفيها بعد الفاصل الزمالك يتأهل لدور 16 من بطولة كأس مصر بالفوز على شباب الضبعة بهدفين نظيفين. شهدت السنوات الخمس الأخيرة انتقال الكثير من الآثار السورية إلى متحف برلين بطريقة تطرح الكثير من التساؤلات. كان متشددو تنظيم داعش الإرهابي قد دمروا العديد من الآثار في تدمر خلال 10 أشهر بسطوا فيها سيطرتهم على المدينة. كيف ومتى انتهى الحال بقطع أثرية مصدرها بلد تمزقه الحرب في العاصمة الألمانية؟ سؤال يطرحه اللاجئون السوريون عند زيارتهم لمتحف الفن الإسلامي في برلين. أكثر شيء كان التركيز أنه الآثار تدمرت، يعني هذا المتضايقين منه، وهذا اللي شفناه خلال الخمس سنين، غير أنه مثلا أنه هاي الآثار انحضرت لهون قبل فترة 200 و300 و400 سنة، لا هلا شفنا أنه حتى ما ضل شيء، يعني حتى هو الحجر اللي ضل، الآثار اللي ضلت هي كمان صارت بالأرض، شيء محزن ومؤسف. وتعود القطع الأثرية الفخمة إلى قرون مضت وجلبت من الشرق الأوسط، وقد غطيت واجهات هذه القطع وبواباتها بثقوب ناجمة عن شظايا تسبب فيها القتال الدائر في سوريا. وزار المتحف نحو 1600 لاجئ من سوريا والعراق منذ نوفمبر الماضي، عندما أطلق مشروع الملتقى الذي يدرب لاجئين من هاتين الدولتين ليصبحوا مرشدين سياحيين لإقرانهم الآخرين الناطقين بلغة الضاد. أنا في قمة السعادة بشأن النجاح بقدوم كثيرين إلى هنا واهتمامهم بالأمر. ما سمعته منهم مرارا يجعلني أشعر بالفخر. ودمر متشدد تنظيم داعش العديد من الآثار في مدينة تدمر القديمة بسوريا خلال العام الماضي، ووصل العام المنصرم زهاء 1 مليون لاجئ إلى ألمانيا، كثيرون منهم فروا من الصراعات والمصاعب الاقتصادية في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتقول الحكومة الألمانية إن 100,000 آخر وصلوا منذ بداية العام الحالي. وختاما نذكر بأهم عناوين النشرة. الرئيس السيسي يعتمد مشروع الموازنة العامة الجديدة ويحيلها لمجلس النواب. بلديات 10 مدن في غرب ليبيا تعلن تأييدها لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. الرئيس السوداني عمر البشير يبدأ اليوم زيارة إلى إقليم دارفور قبل أيام من الاستفتاء الإداري للإقليم. نهاية بانوراما، إلى اللقاء.